بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح والأجساد، تقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأتبع عليه المسلمين، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة فرعاة، وتدلو منهم الشمس ويجيبهم الأرض، فتنصب الموازين فتوزن من الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذوا كتابه بيمينه وآخذوا كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ويحاسب الله خلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقدره بذنوبه، وأما الكفار فإنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقدرون بها. وفي عرصات القيامة الحظ الموعود للنبي صلى الله عليه وسلم: ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لما رأى الشيخ رحمه الله من بيان ما يكون في القبر وهو دار البرزخ، انتقل إلى الدار الثالثة وهي دار الآخرة، دار القرار، وبدايتها بقيامة القيامة الكبرى، بداية الدار الآخرة بقيام القيامة الكبرى، لأن الدور ثلاث كما سبق: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. فبداية الدار الآخرة تكون بقيامة الكبرى، وقال الكبرى لأن هناك قيامة صغرى وهي لكل نفس بموتها، فإذا مات الإنسان قامت قيامته الصغرى، وهذه لكل فرد من المخلوقين، كل نفس ذائقة الموت، كل يذوقها على حدة. أما القيامة الكبرى فإنها عامة لجميع الخلق وفي آن واحد، أما القيامة الصغرى فإنها متفاوتة بحسب وفيات الخلق، كل تقوم قيامته بموته خاصة. قد ذكر الله القيامتين الصغرى والكبرى في سورة الواقعة، ذكر في أولها القيامة الكبرى: إذا رجت الأرض رجا، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافرة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، إلى آخر الآيات، هذه في القيامة الكبرى. وفي آخرها قال: كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، إلى آخر الآيات، هذه في الوفاة وهي القيامة الصغرى. كما ذكر الله القيامتين أيضا في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة، ذكر في أولها القيامة الكبرى، ثم ذكر في آخرها القيامة الصغرى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، إلى آخر الآيات، هذه القيامة الصغرى لكل نفس. والشيخ رحمه الله هنا يقول: ثم تقوم القيامة الكبرى، أي القيامة العامة، سميت بالقيامة لأن الناس يقومون من قبورهم التي كانوا ساوين فيها بعد موتهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعيد خلقهم فتنبني أجسامهم في قبورهم وتتكامل وتعود كما كانت، حتى لو مررت بأحد تعرفه في الدنيا لعرفته في قبره حين ينشأ جسمه. قد ورد في الأثر أن الله سبحانه ينزل مطرا من السماء على الأرض لمدة 40 يوما، فتنبت الأجسام من القبور على إثر هذا المطر، لأن أجسام الناس تتلاشى في القبور تتحول إلى تراب، إلا عجب الذنب وهو حبة صغيرة عند عصعص الإنسان
هذه لا تفنى، منها يركب الخلق يوم القيامة، فيعيد الله تلك الأجسام من هذه الحبة الصغيرة ومن التراب الذي تحلل إليه جسم الإنسان. والله على كل شيء قدير، فالذي أوجده من التراب الأول وحول التراب إلى نطفة ثم إلى علقة ثم إلى مضغة ثم نشأه في الخلق قادر على أن يعيده يوم القيامة من باب أولى. فإذا تكاملت أجسادهم نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، ثم تطايرت الأرواح من الصور إلى أجسادها، ثم مشوا إلى المحشر. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يخرجون من أجدادهم يمشون مسرعين إلى المحشر، يخرجون خش عن أبصارهم، يخرجون من الأجداد يعني القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يدعوهم الداعي إلى المحشر فيجيبون، لا يتخلف منهم أحد، يسيرون إلى المحشر من قبوره، فيحشرون في صعيد القيامة في مكان واحد لا يتوارى منهم أحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، يجعل الله الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فيقفون في هذا الصعيد أولهم وآخرهم القدم على القدم من الزحمة كثرة الخلق، حفاة عراة، حفاة يعني ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم لباس، غرلا غير مختونين كما خلقوا أول مرة، فيقفون في المحشر وقوفا طويلا كما يأتي. وهذا البعث أنكره المشركون والكفار والملاحدة، وليس لهم دليل على إنكاره إلا الاعتماد على عقولهم الكاسدة، فإنهم استبعدوا أن الله يعيد هذا الإنسان الذي صار تراباً وعظاماً، أئذا كنا عظاماً نخرة، أئذا متنا وكنا تراباً، ذلك رجع بعيد. ومن هذا النوع من الشبه التي يثيرونها، قال: من يحيي العظام وهي رميم، ليس لهم حجة إلا أن الأجساد فنيت كما يقولون وتحللت صارت رفات، أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، هذه شبهتهم وهي حجة داحضة. فإن البعث والنشور أجمعت عليه الرسل والمؤمنون والعقول السليمة، ودل عليه كتاب الله في آيات كثيرة، ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة. وأما استبعاد هؤلاء لإعادة الأجسام فهو استبعاد باطل، لأن الذي أوجدها أول مرة من غير شيء قادر على أن يعيدها مرة ثانية، بل إن الإعادة في نظر العقول أسهل من البداء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، الذي فطرهم أول مرة، فطرهم يعني أوجدهم من غير مثال سبق، ابتدأ خلقهم بقدرته وعلمه، قادر على أن يعيدهم مرة ثانية. أيضا هم يشاهدون الأرض ميتة قاحلة ليس فيها نبات، ثم إذا نزل عليها المطر ما هي إلا أيام حتى يظهر فيها النبات ثم يزدهر فيزين بالزهور والروائح والطعوم. من الذي أوجد هذا من أرض يابسة ميتة؟ أليس هذا قادرا على أن يحيي الموتى؟ الذي يحيي الأرض الميتة قادر على أن يحيي الأجسام الميتة. فهذا دليل آخر،
وهو إحياء الأرض بعد موتها بالنبات. نبات ميت، حب منتشر في الأرض، منتثر مندفن في الأرض لا يراه أحد. ثم إذا نزل المطر هذا الحب وهذا البذر ينبت ويخرج ويشق الأرض. كذلك النشور، يخرج الله هذه الأجسام من الأرض كما يخرج هذا النبات من الأرض، والمواد التي يخلق منها وينشأ منها موجودة، كما أن بذور النبات والعشب موجودة، كذلك مادة الأجسام، أجسام الأموات موجودة في الأرض، موجودة في الأرض، مخزونة في الأرض في هذه القبور أو في غير القبور. حتى لو لم يدفن الإنسان يبقى منه هذه الحبة الصغيرة، ويبقى ترابه الذي تحلل إليه ولو لم يكن في قبر، ولو كان في بر أو في بحر أو في أي مكان. الله لا يضيع سبحانه وتعالى هذه الأشياء، قد علمنا ما تنقص الأرض منه، وعندنا كتاب حفيظ مكتوب هذا الإنسان في هذا الكتاب أين ذهب وأين يوجد وأين، ما هو مضيع بس يعني مات خلاص، لا، محفوظ مضبوط مدون معلوم مكانه عند الله سبحانه وتعالى، وليس هناك إلا أن يقول له كن فيكون. هذا دليل آخر، يعني إحياء الأرض بعد موتها وهم يشاهدون هذا. فالذي أحيا الأرض قادر على أن يحيي الأجسام. ودليل ثالث وهو أنه لا بد من الجزاء على الأعمال الصالحة بالثواب والسيئة بالعقاب، يعني الناس يعملون في هذه الدنيا ثم يتركون، يموتون ويتركون بلا جزاء، هذا لا يليق بعدل الله سبحانه وتعالى وحكمته. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى على عمله؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ يجازى كل عامل بعمله. فهذا من أوضح الأدلة على ثبوت البعث، ثم تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وذلك بإسرافيل عليه السلام في الصور النفقة الثانية، تطير الأرواح من القرن، تطير إلى كل روح إلى جسمها فيحيا ويتحرك، ثم يؤمر فيسير الأولون والآخرون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، يجمعون في صعيد واحد ويقفون موقفا طويلا 50,000 سنة على أقدامهم، شاخصة أبصارهم من شدة الهول، عارية أجسامهم، حافية أقدامهم، تدنو منهم الشمس حتى تصير على قدر ميلين من الرؤوس، وتقرب النار منهم فيشتد الحر، ويتحادر، فمنهم من يصل العرق إلى قدميه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حلقه ويلجمه العرق إلجاما بحسب ذنوبهم، يعرفون إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى من الأنبياء ومن شاء الله، فإنهم يكونون في ظل ولا يمنع هذا الحر الشديد في هذا الموقف. ثم يطلبون الشفاعة من النبيين، من أولي العزم، يطلبون الشفاعة عند الله من
أولي العزم من الرسل آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، يطلبون أن يشفعوا لهم عند الله ليريحهم من هذا الموقف وأن يصرفهم من هذا الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار. فكل الأنبياء يتدافعون الشفاعة حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، فيتقدم فيسجد بين يدي ربه عز وجل ويدعو ربه ويحمده، ولا يرفع رأسه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيرفع رأسه فيسأل الله الشفاعة لأهل الموقف. وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون. فحي الله وعلا بفصل القضاء بين عباده، ثم تكون الأهوال التي بعد الموقف وهي وزن الأعمال، ثم تطاير الصحف باليمين أو بالشمال، ثم وضع الصحف في الموازين، ثم الحساب، يحاسب الإنسان على أعماله إلى آخر ما سيكون في يوم القيامة. وما يجري في يوم القيامة هو من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يجوز الكلام فيه إلا بما صح في كتاب الله رسوله صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله وأطلعه على شيء ليبلغه للناس. وقد ذكر الله ذلك في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ما يجري في يوم القيامة من أجل الاستعداد. هذا من رحمة الله بنا، من أجل أن نستعد ونعرف ما أمامنا حتى نستعد له بالتوبة وبالأعمال الصالحة وبمحاسبة أنفسنا في هذه الدنيا قبل الحساب. إنسان يحاسب نفسه على سيئاته وحسناته، فيكثر من الحسنات ويتوب من السيئات، فإنه إذا حاسب نفسه في هذه الدنيا سهل عليه الحساب في الآخرة، أو لم يحاسب أصلاً في الآخرة. أما إذا لم يحاسب نفسه وتركها تعمل ما تشاء فإنه يعظم عليه الحساب يوم القيامة، ويعسر عليه الحساب يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فقد يومه الشمس ويجمه العرق فتنصب الموازين. تنصب الموازين، الموازين جمع ميزان، وهو الميزان المعروف له كفتان وله لسان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كل إنسان توضع حسناته وسيئاته في الميزان. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. هذا هو وزن الأعمال
أن كل إنسان توضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة، فهو بحسب ما يرجح منهما، فإن رجحت الحسنات نجا وأفلح، وإن رجحت السيئات خاب وخسر وهلك. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى وإظهاره العدل بين عباده، وإلا فهو يعلم سبحانه وتعالى، يعلم أهل الجنة من أهل النار، ويعلم أعمال العباد، ولكنه لا يعذب ولا يثيب بحسب علمه، وإنما بحسب الوزن والحساب وظهور العدل أمام الخلائق يوم القيامة، حتى لا يكون لأحد حجة ولا عذر. والإيمان بالميزان، وأنه ميزان حسي توزن به الأعمال، بل توزن به الصحائف أيضا، صحائف الأعمال، بل ورد أنه يوزن الإنسان نفسه، يعني يوزن هو وتوزن أعماله وتوزن صحائفه في هذا الميزان. هو ميزان حسي له كفتان، ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه من أمور الآخرة، وأمور الآخرة نعرف أسماءها ومعانيها بما يشبهها عندنا في الدنيا، ولكننا لا نعرف حقيقتها وكيفيتها التي هي عليه، لأن ذلك من علم الغيب. فنحن نعرف الميزان من حيث المعنى ومن حيث الحقيقة، لأن عندنا موازين في هذه الدنيا نزن بها الأشياء، ولكن لا نتصور أن ميزان الآخرة مثل ميزان الدنيا، بل هو أعظم، ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. المعتزلة أنكروا حقيقة الميزان، وقالوا ليس هناك ميزان حقيقي، وإنما هذا عبارة عن قيام العدل يوم القيامة، أن الله يعدل بين عباده في الجزاء والحساب، وليس هناك ميزان حسي، وليس لهم شبهة في ذلك إلا عقولهم الكاسدة وآراؤهم الفاسدة، وهذا شأنهم في أمور المغيبات، يحكمون عقولهم فيها. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بما ورد في الكتاب والسنة، ولا يتعرضون لتأويله، ولا يدخلون في كيفيته، وإنما يكلونه إلى الله سبحانه وتعالى. فكلام المعتزلة كلام باطل لم يبنى على دليل، إلا اعتمادهم على عقولهم فقط دون دليل يعتمدون عليه في ذلك. نعم. وتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والميزان جمع، فقيل موازين، فمن ثقلت موازين، فهل في القيامة موازين متعددة أو هو ميزان واحد؟ قولان لأهل العلم، والصحيح أنه ميزان واحد، ولكن هذا الجمع بحسب الأعمال، حسب الموزونات، موازينه يعني موزوناته وأعماله، وإلا فالميزان واحد، أما الموزونات فهي متعددة، فلذلك جمع على موازين، هذا هو الصحيح. نعم. وتنشر الدواوين، هذا الشيء الثاني، الشيء الثالث. الشيء الأول الحشر، عرفنا المحشر، أو الشيء الأول تقول القيامة من القبور، هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني الحشر والموقف ودنو الشمس من الرؤوس. الشيء الثالث وزن الأعمال. الشيء الرابع نشر الدواوين. دواوين المراد بها جمع ديوان، وهو السجل الذي كتبت فيه أعمال العبد، صحيفة، الصحائف التي كتبت فيها أعمال العبد، فإن أعمالك وأقوالك وجميع ما يصدر منك في هذه الدنيا يكتب عليك أو يكتب لك
إن كان خيرا يكتب لك، وإن كان شرا يكتب عليك. ثم إذا توفي الإنسان تطوى هذه الدواوين وهذه الصحائف تطوى، ولا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يوم القيامة نشرت هذه الدواوين، فتحت بعد أن كانت مطوية، فتحت يراها الناس ويقرؤون ما فيها، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فتنشر هذه الدواوين التي كانت مطوية بعد وفاة الإنسان، ثم يعطى كل إنسان صحيفته، إما بيمينه وإما بشماله أو من وراء ظهره. فالمؤمن يعطى صحيفته بيمينه فيفرح ويقول للناس ها أقرأ كتابي، يحب أن الناس يطلعون عليه، ها أقرأ كتابي، ها حرف تنبيه نداء يقول تعالوا شوفوا أقرأوا، إني ظننت أي تيقنت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة الراضي في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يعني الماضية. وأما من أوتي كتابه بشماله وهو الكافر، الكافر تغل يمينه والعياذ بالله، تغل يمينه ويعطى كتابه بيده اليسرى استهانة به وتحقيرا له، يعطى كتابه بيده اليسرى. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية يعني ليتني لم أبعث، كان الموت هو النهاية ولم أبعث، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطان. هكذا يقول إذا أعطي كتابه بشماله. ومنهم من تجعل يده الشمال خلف ظهره فيعطى كتابه وراء ظهره كما قال تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، فيعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره إهانة له وتعذيبا له، ولا يحب أن يطلع عليه أحد لأنه فضيحة والعياذ بالله. لم أوت كتابه، يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدري ما حسابه. هذه هي الصحائف. وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أو يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان من بني آدم ألزمناه طائرة أي ما يصدر عنه من خير أو شر، ما يطير عنه، ما يطير عنه من خير أو شر، فإنه لا يذهب سدى وإنما يعلق في عنق. ألزمناه طائره في عنق، ما هو يعمل الأعمال تروح هبا ولكنها تعلق في عنقه وتلازمه كما تلازم القلادة للعنق. ونخرج له يوم القيامة كتابا الذي هو صحيفة أعماله يلقاه منشورا يعني مفتوحا، كان مطويا ثم فتح، اقرأ كتابك، يقال له اقرأ كتابك، كل واحد يقرأ كتابه، ما يروح الواحد يقرأه له، لا هو يقرأ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، تعرف أنك مخطئ ولا مصيب من هذا الكتاب، وتعرف أن هالأعمال المكتوبة فيه أنها صدرت منك لا تنكر منها شيئا. وكل إنسان من بني آدم ألزمناه طائرة أي ما يصدر عنه من خير أو شر، ما يطير عنه، ما يطير عنه من خير أو شر، فإنه لا يذهب سدى وإنما يعلق في عنق. ألزمناه طائره في عنق، ما هو يعمل الأعمال تروح هبا ولكنها تعلق في عنقه وتلازمه كما تلازم القلادة للعنق،
ونخرج له يوم القيامة كتابا الذي هو صحيفة أعماله، يلقاه منشورا يعني مفتوحا، كان مطويا ثم فتح. اقرأ كتابك، يقال له اقرأ كتابك، كل واحد يقرأ كتابه، ما يروح الواحد يقرأه له، لا هو يقرأ. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، تعرف أنك مخطئ ولا مصيب من هذا الكتاب، وتعرف أن هالأعمال المكتوبة فيه أنها صدرت منك، لا تنكر منها شيئا، ولو أنكرت شهدت عليك أعضاؤك، لو أنكرت تشهد عليك أعضاؤك ويشهد عليك جلدك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، فلو حاول الإنكار شهدت عليه أعضاؤه وجلده، لأنه عمل هذا الشيء، هذا عمله. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، الله قادر على كل شيء. هذه صحائف الأعمال، كل إنسان سيلقى صحيفته يوم القيامة مكتوب فيها كل عمله من أوله إلى آخر، كل أقواله وأفعاله ومقاصده ونياته وكل ما صدر عنه من خير أو شر، ثم يعرف جزاءه من خلال هذا الكتاب الذي يقرأه. نعم. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق، مما يكون يوم القيامة الحساب، وهو تعريف العباد بأعمالهم وتقريرهم بأعمالهم، وأن الله سبحانه وتعالى يعرفهم بها، فيقول له: يا فلان عملت كذا وكذا وكذا في يوم كذا في مكان كذا. والحساب للمؤمنين يتفاوت، هم على ثلاثة أصناف. المؤمنون يوم القيامة يكونون على ثلاثة أصناف: الصنف بلا حساب، يدخلون الجنة بلا حساب، لا يحاسبون، وهؤلاء هم السابقون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرض الأمم، قال: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب. الصنف الثاني من يحاسب حسابا يسيرا، وهو العرض، يقرر الله بأعماله، ثم إذا أقر بها قال جل وعلا: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن، فيغفر له فيدخل الجنة، فيكون حسابه حساب العرض. وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. الصنف الثالث من يناقش الحساب، مؤمن يناقش الحساب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فيناقش الحساب ويثقل عليه الحساب، وقد يعذب في نار جهنم، إلا أن مآله إلى الجنة بإيمانه وتوحيده. وهؤلاء هم أصحاب الكبائر والعصاة من المؤمنين. فالمؤمنون على هذه الدرجات الثلاث: من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، من يحاسب حسابا يسيرا، من يناقش الحساب. واختلف العلماء في الكفار هل يحاسبون أو لا يحاسبون، لأنهم ليس لهم حسنات، كل أعمالهم كفر، كل أعمالهم كفر، فلا يحاسبون. الصحيح أنهم يحاسبون، وهو القول الثاني، لكن
يحاسبون حساب تعريف وتقرير فقط، يوقفون على أعمالهم ويقرون بها ثم يؤمر بهم إلى النار، حساب تقرير واعتراف لا حساب مناقشة أو حساب يسير كالمؤمنين. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فيحاسبهم الله حساب تقرير وإنباء، ينبئهم بأعمالهم ويخبرهم بها فيعترفون بها. قال تعالى: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذا هو حسابهم، أنهم يقررون بأعمالهم ويشهدون على أنفسهم بالكفر، ويشهدون على أنفسهم بعدم الإيمان بالرسل. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يقولون للرسل: أنتم في ضلال، يضللون الرسل، يقولون ما أنزل الله عليكم شيء ولا وحي، أنتم كذبة، أنتم ضالون. يعترفون بهذا يوم القيامة. هذا هو القصد من حساب الكافر، أنه يقرر بأعماله ويعترف بها ويقر بها ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. نعم. فيحاسب الله على ويخلو بعبده المؤمن فيقدره بذنوبه كما وصف ذلك فذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من تنزل حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. وفي عرصات القيامة الفوز المرغوب للنبي صلى الله عليه وسلم. في عرصات القيامة، يعني هذا من الأمور التي تكون في الآخرة. عرصات القيامة جمع عرصة، وهي الساحة، هي الساحة والمكان. العرصات هي المكان الذي يجتمع فيه الخلائق يوم القيامة. وقد سبق الكفار فيلقون في النار وهم على عطشهم وظمائهم، وأما المؤمنون فإنهم يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. وفي قول المصنف في عرصات القيامة دليل على أنه يرى رحمه الله أن الحوض أنه قبل الصراط، أنه قبل الصراط، وأنه في عرصات القيامة يعني في مكان المحشر. ومن العلماء من يرى أنه بعد الصراط، بعد المرور على الصراط، لكن الصحيح الأول أنهم يعطشون وهم في المحشر والموقف فيريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حوض عظيم مسيرته طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً. فيشربون من هذا الحوض، ويناد عنه أناس إذا جاءوا يريدون الورود منعوا منه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فيذادون عن الحوض ويمنعون من شربه والعياذ بالله بسبب ما غيروا وأحدثوا في دينهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه وعيد شديد لأهل البدع والخرافات والمحدثات الذين شرعوا دينا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يمنعون من الحوض ولا يريدونه وهم عطاش والعياذ بالله. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم.
ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. آنيته عدد نجوم السماء. طوله شهر وعرضه شهر. قالوا وليس الحوض خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل نبي من الأنبياء له حوض، ولكن أعظمها حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طوله شهر وعرضه شهر. من يشرب منه شربة لا يطلع بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. من يشرب منه شربة واحدة لم يظمى بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. نعم. والصراط منصوب على نهر جهنم. هذا أيضا من مواقف القيامة ومما يكون في يوم القيامة، وهو الصراط. الصراط في اللغة هو الطريق. الصراط في اللغة هو الطريق، فقد يكون حسيا وقد يكون معنويا. يكون معنويا في مثل قوله اهدنا الصراط المستقيما فاتبعوه، هذا معنوي وهو الشرع المطهر وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذا صراط معنوي وهو شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فمن سار عليه نجا وأفلح في الدنيا والآخرة. من سار على هذا المنهج الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح في الدنيا وفي الآخرة. والثاني صراط حسي، طريق حسي، سواء كان في الدنيا من الطرق التي يمشي معها الناس أو ما هو في الآخرة وهو المراد هنا. فالمراد هنا الصراط صراط حسي، وهو جسر ينصب على متن جهنم بين ظهراني جهنم. جسر حسي، طريق على متن جهنم فوق النار، أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر. يمر الخلائق على هذا الصراط بقدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، منهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. وهذا هو العرض المذكور في قوله، وهذا هو الورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا هو المرور على الصراط. والصراط منصوب على نهر جهنم وهو الجسر الذي بين. قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: أما في ثلاثة مواضع فلا أحد يذكر أحد. حين توضع الموازين حتى يعلم هل تثقل موازينه أو تخف، وحين تنشر الدواوين حتى يعلم هل تقع صحيفته في يمينه أو في شماله، وحين يمد الصراط على متن جهنم حتى يعلم هل ينجو أو لا ينجو. مخاطر عظيمة وامتحانات عظيمة في الدار الآخرة. نعم. تحتاج منا إلى هذه المخاطر والأهوال، تحتاج منا إلى استعداد وإلى يقظة وإلى أعمال صالحة وإلى توبة. نعم. وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر. كلمح البصر، نسرع من لمح البصر. نعم. ومنهم من يمر كالبرق. لمح البرق أيضا هذا سريع. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم الهوى يعني. ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل. ومنهم من يعدو عدوى، يعني يركض. منهم من يعدو عدوى يعني يركض على قدميه. نعم.
ومنهم من يمشي مشيا، ما يستطيع يركب يمشي مشيا حسب أعماله يعني. نعم. ومنهم من يزحف زحفا. نعم. ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس في أعماله. الكلاليب تخطف من أمرت بخطفه فيلقى في النار والعياذ بالله. نعم. منهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، فرس السريع الفارح، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا على حسب أعمالهم. نعم. فالفرق بين من يمر كلمح البصر ومن يزحف زحفا فرق عظيم. نعم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، من نجا من الصراط دخل الجنة بلا شك، وتجاوز القنطرة. نعم. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، يعني باقي أيضا باقي المقاص. إذا عبروا على الصراط قبل أن يدخلوا الجنة يخلصون من المظالم التي عندهم للناس، فيقتص للمظلوم من الظالم. نعم. ثم إذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا نقي، لا يدخلها إلا نقي، ما يدخلها واحد ملوث أبدا، لأن الجنة طيبة ودار الطيبين ولا يدخلها إلا الطيب، فما دام فيه خبث ولو قليل لا يدخل الجنة حتى يطهر ويمحص. حتى إن بعض المؤمنين يعذب في جهنم دهورا وأحقابا حتى يطهر من الكبائر والذنوب، ما يدخل الجنة وعليه كبائر وعليه ذنوب، ولو كان مؤمنا ولو كان موحدا، ما يدخل الجنة إلا واحد ممحص طاهر نقي طيب. نعم. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا عذبوا ولقوا أذن لهم في دخول الجنة. عذبوا ولقوا، ما يدخل الجنة إلا نقي مهذب. نعم. أما من كان عليه شيء فهذا يلقى بالقصاص أو بالتعذيب في جهنم. نعم. وأول من يستفتح باب الجنة وختم الله، هل يكون حشر الناس في هذه الأرض أم يكون في السماء أم هو في الأرض والسماء؟ هذه الأرض، المحشر على هذه الأرض، لكن تبدل هذه الأرض، تبدل، ما هي الأرض التي أنتم عليها الآن، تبدل، ويزال ما فيها من جبال، ويزال ما فيها من منخفضات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أذنب ذنبا ثم تاب توبة نصوحا، هل يعلمها عليه سبحانه يوم القيامة؟ إذا تاب منها توبة نصوحا محيت عنه وبدلها الله بحسنات، نعم، فلا تعرض عليه لأنها انتهت. وهذا مما يوجب على المؤمن أنه يحاسب نفسه في هذه الدنيا، تخلص من الذنوب، يتوب منها، يكثر من الحسنات، وإذا كانت مظالم للناس يردها عليهم ويستسمح منهم، هذا اللي يريد النجاة لنفسه. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، هل يعذب المؤمنون بعد شربهم من الحوض أم لا؟ الله أعلم، الله أعلم. هو قلنا أن أمور الآخرة ما نتكلم فيها إلا بدليل حسب الأدلة. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، متى يقتص بين البهائم يوم القيامة؟ الحشر، يوم تحشر، وإذا الوحوش حشرت تحشر يوم القيامة، ويقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء، فإذا اقتص لبعضها من بعض قال الله لها كوني ترابا فتكون ترابا، وذلك حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بعد مجاوزة الصراط حساب حتى ينقر، وهل يكون الحساب
بإرجاء بعضهم إلى الآخر. ما بحساب، هذا قصاص، هذا ما هو بحساب، هذا قصاص لبعضهم من بعض. نعم، إذا صار عليهم مظالم للناس فإنه يقتص للمظلومين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحساب تقرر وانتهى، إنما هذا قصاص. نعم. نعم، قبل دخولهم الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفق الله، شخص معين مات على التوحيد منكرا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. شخص معين مات على التوحيد منكرا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول إن هذا الرجل من أهل النار؟ إذا مات على الكفر وإنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه من أهل النار، لكن ما الذي يدلنا على هذا؟ هذا لازم من دليل من الكتاب والسنة، لا يحكم بموته على الكفر إلا بدليل من الكتاب والسنة، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فنحن لا نقطع لأحد بجنة أو نار إلا بدليل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أو شهد له بالنار. أما من لم يشهد له الرسول بجنة ولا نار فإننا لا نقطع، ولكن نخاف على المسيء ونرجو للمحسن، المحسن اللي يظهر لنا أنه مات على الإيمان وعلى الإسلام فنرجو له الخير، لكن ما نقطع، الله أعلم. والعاصي والكافر اللي يظهر لنا أنه كافر وأنه مات على الكفر ونعامله معاملة الكفار، لكن ما نقطع أنه من أهل النار، قد يكون تاب قبل الموت ونحن ما درينا ولا علمنا، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. القطع ما نقطع إلا بدليل، أما الخوف والرجاء فهذا هو الذي نستطيعه في حق هؤلاء. نعم. اليهودي قد يتوب عند الموت وانت ما تتوب، أو النصران ما تقطع بأنهم نهر، لكن تقول اليهود على سبيل العموم اليهود في النار، هذا جزم أن اليهود في النار على سبيل العموم، أما الأفراد فنحن لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا بدليل، ولكن نخاف أنهم نهر النار ونعاملهم معاملة الكفار أيضا في جنائزهم في مواريثهم في زوجاتهم، نعاملهم معاملة الكفار فيما يظهر لنا، أما المغيبات فلا يعلم عنها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله؟ معناها التفويض إلى الله سبحانه وتعالى، تبري من الحول والقوة، تبري من الحول والقوة إلا بالله عز وجل، فلو لم يجعل الله فيك القوة وفيك الحول ما استطعت أن تعمل شيئا، فهذا معناه إن الإنسان لا يغتر بقوته ولا بحوله، وإنما يكل الأمر إلى الله عز وجل. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة من أعظم الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أنها بيّن أنها كنز من كنوز الجنة، هي كلمة عظيمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح في مسألة رؤية الكفار لله سبحانه في عرصات القيامة؟ الصحيح أنهم يرونه في عرصات القيامة، لكن لا رؤية تكريم، وإنما رؤية إهانة وتهديد، أما المؤمنون فإنهم يرونه في الجنة رؤية تكريم وتنعيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حديث المفلس يقول بعد المرور على القمر الخمس نار؟ نعم. الحديث المفلس، ايش المفلس؟ الا القصاص، القصاص بعد المرور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من المفلس؟ قالوا: من لا دينار له ولا درهم. قال: لكن المفلس من ياتي يوم القيامه باعمال امثال الجبال، فياتي وقد ظلم هذا وقد ضرب هذا، قصاص، هذا يكون بعد القنطره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ترتيب احوال الاخره؟ لا حول ولا قوه الا بالله كلمه عظيمه من اعظم الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم انها بين انها كنز من كنوز الجنه، هي كلمه عظيمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
فهو الراجح في مسألة رؤية الكفار لله سبحانه في عرصات القيامة. صحيح أنهم يرونه في عرصات القيامة، لكن لا رؤية تكريم، وإنما رؤية إهانة وتهديد. أما المؤمنون فإنهم يرونه في الجنة رؤية تكريم وتنعيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حديث المفلس يكون بعد المرور على القطرة أو قبل الصلاة؟ نعم. الحديث المفلس، إيش المفلس؟ ألا القصاص؟ القصاص بعد المرور على القطرة. قالوا من قال الرسول صلى الله عليه وسلم من المفلس؟ قالوا من لا دينار له ولا درهم. قال لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وقد ضرب هذا، قصاص، أن يكون بعد القنطرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تقريب أحوال الآخرة هو كما رتب الشيخ الله؟ هو الظاهر. نعم، هو الظاهر. أولا البعث من القبور، ثانيا الحشر، فإذا انتهوا من الحشر وانصرفوا من الحشر يبدأ الحساب والميزان والصحف والمرور على الصراط إلى آخره. نعم. هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يمرون على الصراط أم لا؟ لأنه واضح في الحديث فأكون على جملة الصراط وأقول اللهم سلم سلم. الظاهر أنهم عليهم الصلاة والسلام هم لا يمرون على الصراط، وإنما يقفون على جنبتي الصراط ويدعون الله عز وجل. نعم، الأول الظاهر والله أعلم. أمور الآخرة لابد من أدلة صحيحة. نعم. العبد بعد موته تقوى صحبه، فما باب أعماله الجانية بعد موته وما يعمله منه غيره؟ مكتوبة أعماله التي تجري عليه بعد موته، مكتوبة في صحيفته، لأنه إذا عملها في الدنيا كتبت وكتب جريانها، كتبت أعمالا صالحة وكتب جريانها وأنها تجري له. نعم. فضيلة الشيخ، يثير بعضهم من في قلوبهم مرض شبهات حول بعض الصفات، أولا حول حديث النجوم وأنه مكتوب في الثلث الأخير من الليل، ويقولون بأنه لا يحصل الوقت في لحظة من لحظات من دخول الثلث الأخير في جزء من أجزاء الأرض، ثانيا الله أكبر كله. هذه فلسفة شيطانية، هم يقيسون الخالق على المخلوقين. الخالق سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، هو اللي خلق الزمان، هو الذي خلق الليل والنهار، هو الذي خلق الأقاليم، وهو قادر على كل شيء. فنحن نثبت ما أثبته لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، نؤمن بهذا ونقف عند هذا الحد. أما فتح أبواب الأسئلة والإشكالات فهذا من شأن الملاحدة الذين لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريدون الإشكالات على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أعلم بالله منهم، وهذا من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه. فنحن لا نتدخل إلا بما جاء به النصوص فقط، وما وراء ذلك نكله إلى الله عز وجل. نعم، والله على كل شيء قدير. كما أنه يرزق الناس في لحظة واحدة بأنواع الأرزاق واختلاف الأصناف، يسمع دعاءهم في لحظة واحدة في أي مكان، ويعلم سبحانه وتعالى حوائجهم ويقضيها لهم في لحظة واحدة. هو القادر، ولا يشغله هذا عن هذا، هو القادر على كل شيء. نعم. ثم أيضا السؤال عن النزول الإلهي واختلافه باختلاف الأقاليم، اختلاف ثلث الليل في كل إقليم، هذا من السؤال عن الكيفية، ونحن لا ندخل في الكيفية. الصفات نؤمن بها ونكل كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول الإمام مالك رحمه الله في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا من البدع. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز تعليق الآيات القرآنية؟ وتعليق الآيات القرآنية الحقيقة كان القصد منه الاعتقاد، وأن هذه الآيات تدفع العين عن السيارة أو عن المنزل أو عن الدكان، أو أنها تجلب الزبائن، تدفع الحساد، فهذا من تعليق التمايم المنهي عنه. الحديث: من تعلق تميمة فقد أشرك، لأن هذا تعلق على غير الله سبحانه وتعالى، وهذه هي التمايم المنهي عنها. أما إذا كان القصد من ذلك التذكير كما يقولون، نعلق الآية علشان من رآها يتذكر، يذكر الله، أو نعلق الحديث
فهذا أخف، لكن هو ليس من عمل السلف، وفيه تعريض للقرآن والأحاديث للإهانة. فقد تعلق الآية في هذا المنزل، ويكون هذا المنزل محلاً للمعاصي، للغيبة والنميمة، أو لفعل الفاحشة أو غير ذلك، أو للأغاني والمزامير. وأنت معلق هذه الآية في هذا المنزل وهو محل فتنة ومحل شر، فهذا فيه إهانة للقرآن. وحتى لو احتفظت أنت بهذه الآية وقت وجودك، يأتي بعدك من يعمل هذه الأمور وتكون أنت السبب. فالحاصل أن القرآن يصان عن هذا الشيء. ما كان السلف وهم أعلم منا وأعرف منا وأحرص على الخير منا وعلى الذكر منا، ما كانوا يعلقون هذه الأذكار على الطرقات ولا على الأبواب ولا على السيارات ولا على الجدران، إنما كانوا يقومون بها بأعمالهم وألسنتهم ومزاولتها عملياً. أما تعليقها على جدار ولا على لوحة ولا على سيارة، هذه في الحقيقة مظاهر ما هي طيبة وإهانة للنصوص، تعريض لها للإهانة. نعم. فضيلة الشيخ الثوراني رحمه الله في شأن الإسلام، لمن توفي بعد إصابته بيومين، فهل أقضي على الصلاة في هذين اليومين؟ لا، الصلاة لا تقضى عن أحد، لا تدخلها النيابة، لا في الحياة ولا بعد الموت، لأن عمل بدني لا يصلي أحد عن أحد أبدا. ولكن والدك معذور، الظاهر أنه معذور وليس عليه صلاة، ما دام أصابه الشلل ولم يبقى عنده فكر ولا إدراك، فإنه رفع عنه القلم والتكاليف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، صغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فإذا كان القلم مرفوعا عن النائم حتى يستيقظ، فالمصاب بالجلطة أو ما أشبهها من باب أولى، ليس عليه تكليف. الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فضيلة الشيخ، عمل المحاسب عند صاحب عمل يتعامل بالوقت ولا يصلي، فما علي أنصحه وهل المال الذي آخذه راتبي هل فيه شيء من الحرام؟ النصيحة لك أنك تطلب العمل في مكان آخر، تبتعد عن هذا الشخص وعن عمله، لأنه شخص سيء لا يصلي ويأخذ الرشوة، أنت تكون شريكا له في الإثم إذا بقيت عنده وعملت معه وتعاونت معه على هذه الأمور. فالله سبحانه وتعالى وسع الأرزاق ويسر، اطلب الرزق عند غير هذا الرجل، اطلب لك عمل في مكان آخر. نعم. فضيلة الشيخ، كان أبي يملك مبلغا من المال ليحج به بيت الله الحرام، ولكن كنا في حاجة ماسة لبناء بيت، فبنى والدي رحمه الله المسجد ولم يبقى من المال ليحج به ثم توفي، فهل عليه ذنب في ذلك؟ إذا كان المنزل محتاجا إليه للسكنى فهو من الضروريات، ويعتبر والدك غير مستطيع، فلا يجب عليه الحج. قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أن يجد الزاد والركوب الذي يبلغه فاضلا عن كفايته، ومن كفايته تأمين المسكن. فإذا كان ليس له مسكن وأنفق هذا المال في إعداد المسكن الضروري له فهو غير مستطيع. لكن إن حججت عنه من باب الإحسان إليه والاحتياط له فأنت مأجور إن شاء الله، وهذا ينفعك بإذن الله. أما اللزوم فهذا ما يلزم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.